السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم من جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله كما راكم تلاحظوا جبت لكم تحليه جديده بالكراميل. كما راكم تطلبوا مني تحليات الكراميل بكثره، الوغ اليوم نوحتها لكم، جبت لكم يعني تحليه بشكل جديد يعني وبمقادير جديده على خلاف التحليات تاع الكراميل اللي حطيتهم لكم هكذا باش نوع لكم. الوغ المره اللي فاتت قلتوا لي جاتنا حلوه بزاف، هذه الخطره حاولت ندير لكم فيها مكونات اللي مختلفه باش هكذا يتناغم الذوق، وجات بزاف بنينه وما جاتش حلوه، جا يعني الذوق تاع الحلاوه هذاك هو. الوغ نتمنى ان شاء الله يا ربي تتابعوني حتى الاخير هكذا باش تكتشفوا الوصفه والمقادير. وقبل ما نبداو ما تنساوش الصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا حاجه الاولى نحتاجوا هذا البيمو تاع 2000، هذا برينو ولا هذا النوعيه بغيونس. اذا ونطحنه في الروبو، نطحنه غبره ولا تنجمو ثاني تطحنوه غير بالمطرقه تاع اللحم تخبطوه ولا بالحلال ثاني تخبطوه مليح مليح، المهم بواش مولف تطحنو. المهم تطحنوه هكذا مهركش رقيق. زدت عليه مغرف صغيره تاع الكاكاو بني لانه ما فيهش نسبه تاع شوكولاته بزاف، ونزيد عليه علبه تاع فلون كراميل هكذا. اللي تبغي تستبدل الملعقه تاع الكاكاو بني تقدروا تستبدلوها بملعقه صغيره شوكولاته ليطالي، ونخلطهم مليح حتى يتخلطوا لي مليح. ما راحش ندير فيها المارغرين باش ما تجينيش التحليه تاعي تقهم هكذا. راح نتحصلوا عليها طريه كما راكم تشوفوا، يعني العلبه تاع ليا وقت كراميل راح تكفيكم. هنا راح نزيد شويه تاع لاف عطر الفانيليا، ما عنديش عطر الكراميل، اللي عندها عطر الكراميل ديره واللي ما عندهاش دير لافاني كما تقدر ما ديرش كاع، بصح العطر راح يزيد النكهه هنا تعطينا ذوق شباب خاصه اللي ما يبغوش ذوق البيمو في التحليات. اذا هكذا ونرفدها تجي عجينه متماسكه وتجي طريه هكا، نرفدها ونبلاطيها في البلاطو ولا في ليفيرين صغار ولا كيما تبغوا. فاش ما تبغوا ديروها ديروها، اللي تبغي دير في ليفيرين دير باش تجيها زاكيه هكذا. ونبلاطيها مليح ونجي نمسح المول تاعي دائما، ننظف لي مول هكا باش من نديرو الطبقات الاخرين يجينا الشكل تاعهم باين ونضيف. الان بالنسبه للطبقه الثانيه نحتاج كاس تاع شونتي 200 لير فد 200 مليلتر، واحد فلون كراميل ياغورت، نص كاس حليب بارد جدا، ومغرف فلون كراميل. نعاود لكم، كاس تاع شونتي بالكاس لير فد 200 مليلتر، واحد فلون كراميل فاني بارد كديرته في المجمد، نص كاس حليب بارد جدا فاني كديرته في المجمد، ومغرف تاع فلون كراميل. درت في الطاس تاع الباتور درت مغرف تاع فلون كراميل ودرت معاها نص كاس الحليب، خلطتهم مليح مليح بالباتور، ونزيد عليهم كاس تاع الشونتي مع العلبه تاع الفلون كراميل هكذا. ولي تبغي ونخلطهم بيان حتى نتحصلوا على كريمه ثقيله وعاقده. اللي تبغي الكريمه تاعها تجيها ثقيله اكثر، هذيك المغرف تاع الفلون كراميل هي ونص كاس تاع الحليب، تخلطهم قبل فوق النار كي يغلو ديرهم في كاس وتخليهم يبردوا مليح مع الياغورت كراميل وديرهم مع الشونتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هكذا تتحصلوا على كريمه عاقده اكثر واكثر. انا درتها بهذه الطريقه وتحصلت على كريمه هكا عاقده، لازم تجيكم ثقيله يعني كما منقار العصفور. هذه هي بهذه الطريقه. هنا تقدروا تزيدوا لها عطر الكراميل، انا اكتفيت بال يعني بالياغورت كراميل وبالفلون كراميل، جات بنينه. ونرفدها ونبلاطيها فوق الطبقه الثانيه. راح نعاود لكم اللي تبغيها تجيها ثقيله اكثر، المغرف عفوا تاع الفلون مع نص كاس الحليب، تحطهم تغليهم فوق النار في كسرونه وديرهم في كاس وتخليهم يبردوا، وتزيدهم مع الفلون كراميل والشونتي وتطلعهم هكذا باش تفهموا مليح. درت الطبقه الثانيه تاع كريمه الكراميل، وما تجيش تقهم البنات، هذه تجي بنينه. ونظف كالعاده المول تاعي وخليت مقدار 2 مليمتر باه ندير الطبقه الثالثه اللي هي الديكوجيل. هذا الديكوجيل هنا انا تعمدت باش ما نديرش صوص كراميل، ما نصنعهاش انها تجي حلوه بزاف، وهذا يجي يعني حلو فيه واحد الكو تاع مروره، يعني يجي شويه ذوق تاع الكراميل قاصح، لهذا ما راحش يبين لنا هذيك الحلاوه تاع الطبقه الثانيه، راح يكاسيها لنا شغل. وجات التحليه مذاقها رائع، يعني صدقوني حتى زوجي اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف كلاها، يعني ما جاش فيها كاع ذوق الحلاوه بسبب هذا الديكوجيل. اللي ما عندهاش الديكوجيل ولا ما بغاش تشريه
تقدر دير هذا راه يدير 15 ميل يعني، وتخدمي به شحال من مره. تقدروا ديروا في بلاصته فلون عفوا صوص كراميل، راني خدمتها معكم اكثر من مره، هنخلي لكم الفيديو تاعها في التحليه في اخر الفيديو. ولا تخدموا بالشوكولا، تذوبوا شويه شوكولا، تزيدوا لها كريم فريش، ولا تزيدوا لها الحليب وتذوبوها فوق النار وتزيدوها من الفوق، ولا تصنعوا فاني صوص شوكولا ولا كيما تبغوا. هنا بهذيك الكريمه اللي بقات لي تاع الشونتي درتها في لابوش، وراح ندير خطوط. بصح بهذا الديكوجيل جات بنينه كيما قلت لكم، وذوق مختلف. هكذا ندير خطوط هكا، والتزيين اختياري يعني. فوالا، بعد نجيبي الكيردون ونشكلها هكذا، نروح ونولي خطوطة عكسيين. انا ندير فيهم مايلين على حساب المول تاعي، انتوما تاني ديروهم على حساب المول تاعكم. اذا درتوها في ليفيرين راح تقطع لكم حتى الستة تاع ليفيرين. اذا درتوها في كيسان تقديم الصغار دير لكم ستة حتى اكثر يعني. فقط اللي تبغي دير في ليفيرين تزيد شوية تاع بيسكوي مع البيمو باش تقطع لها. هنا البنات ديك لا كريم تاني اللي بقات لي درتها في لابوش، وندير بها دي غوزات صغار هكذا به من رمي والو. وانا نعرفوا الاطفال يبغوا التزيين ويبغوا الكريمات. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع الكريمه تاعنا، تاع التحليه عفوا. هذا هو القوام تاعها، هايله، ثلاث طبقات من اروع ما يكون، جات بزاف بنينه. الطبقه تاع البيمو ما جاتش تقهم بالفلون كراميل، جات بنينه، جات كيما لا جينواز يعني. هكذا هذا هو الشكل النهائي تاعها، ان شاء الله يا ربي عجبتكم وتجربوها لوليداتكم وترجعوا لي الخبر. وشكرا شكرا شكرا لكل وحده راهي تجرب في وصفاتي، وشكرا على الثقه لكم دايرينها فيا، يعني هذا شرف كبير ليا. الوغ البنات، اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. البنات اللي دخلتوا جدد للقناه مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.